عمر أجر الله على يديه الكرامات يوم من الأيام كان يخطب في الناس خطبة جمعة، وأرسل سرية ذهبت منذ أيام تقاتل في سبيل الله، وهو يتكلم في الخطبة قطع الخطبة عمر فقال: يا سارية يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ثم أكمل الخطبة. الصحابة تعجبوا: ما بال أمير المؤمنين يقول هذا؟ ولما رجع الجيش بعد أيام سألهم عمر عن أحوالهم، قالوا: كدنا أن نهزم يا أمير المؤمنين، لولا أن الله أنقذنا. قال: كيف؟ قال: وهم يثخنون فينا الجراح سمعنا مناديا ينادينا: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. يقول: فرأينا جبلا خلفنا فاحتمينا به فنصرنا الله عز وجل. ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم. إنها الولاية، إنها كرامة يجريها الله عز وجل على يد أوليائه. عمر يوم من الأيام في الليل يعس، أي يتحسس في الليل يحرس المسلمين. يوم من الأيام سمع امرأة عندها صبي يبكي، فجاء عمر قال: يعني ما بال الصبي يبكي؟ قالت: لا شيء لا شيء. فذهب ثم ازداد بكاء الصبي، فجاء عمر يسألها: يعني ما بال الصبي يبكي بكاء شديد في الليل؟ فقالت الأم: قالت: أرغمه على الفطام. قال: لما تجبرني أكل؟ قال: لما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. يعني عمر كان عنده رواتب للأطفال علاوة للأولاد عنده، من أيام عمر رضي الله عنه والمسلمون يعيشون في عز ورخاء، إنها دولة الإسلام، إنها الخلافة الراشدة. لكن عمر ما يعطي للرضع، يعطي لمن فطم، لأن الرضيع يرضع من أمه ما يحتاج إلى طعام. فبكى عمر لما سمع هذا، فصلى الفجر. يقول الصحابة: ما ندري ماذا يقرأ من شدة البكاء. ثم قام في الناس وقال لهم: يا بؤسا لعمر، يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم قال: يا أيها الناس، لا تعجلوا، لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. يعني كل مولود خلاص من اليوم أول ما يولد الولد نفرض له فرضا، نعطيه عطاء. لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، إنها الرحمة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يمشي في الليل يوما ليلة فيسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنية امذقي هذا اللبن بالماء. فتقول البنت: أما سمعت ما يقول أمير المؤمنين؟ قالت: ما يقول؟ قالت: منع أن يمذق اللبن بالماء. قالت: وما يدري أمير المؤمنين عنا؟ قالت: إن لم يدري فإن الله عز وجل يدري عنا، فإن الله يعلم. فسكتت الأم، فأرسل أحد مواليه إلى هذا البيت في الصباح، عمر أرسله، قال: سل عن هذه الجارية، أهي متزوجة أم لا؟ فرجع فقال: لا، غير متزوجة. فجمع عمر أبناءه، قال: من منكم يريد أن يتزوج؟ فقال ابنه عاصم: أنا يا أبي أريد أن أتزوج. فزوجه هذه الجارية، فولدت له هذه الجارية بنتا، فولدت هذه البنت ولدا حفيدا أصغر لعمر. تعرفون من هو؟ إنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ذرية بعضها من بعض. الله أكبر، عمر بن عبد العزيز يخرج من نسل من؟ عمر بن الخطاب. إنه بيت صالح، إنهم أهل بيت طيبين. يوم من الأيام عمر رضي الله عنه نودي إلى بيت المقدس، فتح بيت المقدس الذي كان النبي يتشوق إلى فتحه عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر فقال له: من؟ قال له أبو عبيدة: يا عمر، يا أمير المؤمنين، لو لبست غير هذا اللباس، لو ركبت غير هذا المركب. قال: ويحك يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو غيرك قالها لضربته وأوجعته بهذه الدرة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فدخل بيت المقدس وفتح أبوابه ونشر الإيمان والخير والبركات، وأمر بلالا أن يؤذن في ذلك البيت، فأذن والصحابة متواجدون، فبكى كل منهم في زاوية، أخذوا يبكون. فتح بيت المقدس، أين هو اليوم؟ لكل فاجعة في الدهر سلوان، وما لنكبة أرض القدس سلوان، هذه مآذنه خرساء ذاهلة
فلا أذان ولا في الناس آذان. بيت مشى أمس في ساحاته عمر فكيف يمرح فيه اليوم شيطان. عمر فتح هذا البيت، من يفتحه اليوم؟ من لهذا البيت اليوم؟ كان شديد الحساب لولاته. يوم من الأيام سمع أن والي حمص بنى علي أي بيت مرتفع، بيت بعيد عن الناس، قال أرسل رسالة وأمرهم أن يحرقوا بيته وأن يؤتى به، فجيء به قال احبسوه في الشمس 3 أيام يأكل ويشرب في الشمس، وبعد 3 أيام أعطاه ثيابا بالية وأمره أن يرعى ويسقى الإبل. ولما شق عليه ناداه عمر قال منذ متى توليت الإمارة؟ قال منذ كذا وكذا. قال هل علمتك الإمارة أن تجعل لك علية وتحتجب عن الناس؟ إنه من؟ إنه عمر. يا ليت لنا مثل عمر في هذا الزمن، إنهم الرجال من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه قال تمنى، وكل منهم تمنى ذهبا أن ينفقه في سبيل الله وأموال وغيرها. قال عمر أما أنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة برجال مثل أبي عبيدة ومعاذ سالم وحذيفة وفلان وفلان، قال أجاهد بهم في سبيل الله عز وجل. إنه من؟ إنه عمر، صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة، إنها نور يتلألأ، إنها تاريخنا الأغر. نحتاج في هذا الزمن إلى أمثال هذا الرجل عمر. لو كان نبي بعدي لكان عمر، عمر الفاروق، فرت منه شياطين الجن وشياطين الإنس، سد منيع في أبواب الفتن التي ماجت في هذه الأمة، سد هذه الفتن إنه عمر رضي الله عنه. وموته كان فتحا لباب الفتن، كان يقول في آخر حياته اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك،